السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وصفات ويوميات حفصة. جيتكم اليوم بفيديو جديد ووصفة جديدة، حضرت هكا ميني تارتولي هكا الفطور ديال صباح العيد ان شاء الله. مكونات جد بسيطة وهكا كيجيو ساهلين ورائعين. غادي ندوزو دابا للمقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاج في المقادير، عندي هنا جوج بيضات، عندي نصف كأس من سكر سنيدة، نصف كأس من الزيت، كأس من عصير الليمون، عندي هنا قشرة ديال داك الليمون حكيتها، عندي ساشي ديال الخميرة. غادي نحتاج كذلك الخل والدقيق، كيبقى على حسب الخليط. غادي ناخد هنا واحد الإناء اللي غادي ندير فيه جوج بيضات، ويكون كلشي بحرارة المطبخ باش كينجح معكم الكيك. تا حاجة ما تكون من الثلاجة. غادي نضيف قبصة ملح دائما لتصحيح الذوق، وغادي ندير داك نصف كأس من سكر سنيدة. صافي، وغادي نخلط حتى كدوب ليا ديك سكر سنيدة مع البيض وكيتجانسو. هنا تقدروا تنسموا هذا الميني كيك باي حاجه بغيتوا. انا غادي ندير كيف قلت لكم ديك قشره ديال البرتقاله، راه حكيتها كلها وعصرتها وما عمرتش ليا الكاس، كملت بالماء ماشي مشكل. صافي، هنا بعد ما خلطت البيض والسكر غادي نضيف الزيت، وانا كنخلط هو الزيت نصف كأس. غادي نضيف كذلك داك عصير برتقالة اللي عطاني، قلت لكم كاس. كتعصروا هكا ليمونة وكتجروها في الكاس، الا ما عمرتش لكم كتكملوا هكا بالماء. صافي، هنا بعد ما تخلطوا ليا العناصر اللي درت، نعود معكم المقادير. جوج بيضات، نصف كأس من السكر سنيدة، نصف كأس من الزيت، كأس من الليمون، قشرة ديال البرتقالة، وقبصة ملح. دابا غادي نبدا نضيف في النواشف. غادي نضيف أول حاجة الدقيق، ويكون بطبيعة الحال مغربل، أنا هنا راه مغربله. غادي ندير الكأس الأول، وغادي نضيف معاه خمارة. غادي نضيفو غي ساشي ديال الخميرة فقط، لأنهم غير ميني كيك، إلا درنا جوج خمارات فغيتنفخو لنا بزاف، فغادي نحتاجو غير خمارة فيهم. بعد ما كندخل الكأس الأول من الطحين، وكيبان ليا أنه باقي خاص لأنهم خاص الخليط، وغادي نضيف هنا الكأس الثاني، وغادي نعاود نخلط. كيف قلت لكم كيبقى على حسب نوعية ديال الخليط الدقيق اللي عندكم، واش كيشرب ولا لا. سخينا بعد ما خلطت وتجانس لي داك الطحين، غادي نضيف جهد ملعقه كبيره من الخل. صافي، وكنعاود نخلط، كنخليو الخل هو اخر حاجه. صافي، وكتخدموا مزيان، تحاولوا تدخلوا فيها كميه من الهواء باش كيجيو مفشفشين، كيجي الخليط على هذا الشكل مخفيف ما ثقيل. كيف قلت لكم انا درت جوج كؤوس ديال الطحين، كيبقى على حسب النوعيه ديال الطحين اللي عندكم. الخليط ديال الميني كيك هو واجد. غادي نجيب دابا القوالب ديال فاش غادي ندير هذا الكيك، كندهنهم بالزيت وكنرشهم بالطحين. نجيب هنا واحد الملعقة، كنحاول أنني نعمرهم، مكنعمرهمش كاملين حتى الفوق، كنعمر غير حتى النصف، كنخليو هكا فين ينتفخ. كنديرو هكا جهد واحد الملعقة كبيرة مملوءة مزيان، أولا جوج على حسب المولات عندكم قداش. المهم ما تعمروهمش حتى الفوق، خليو فين يتنفخوا. هنا بعد ما عمرت القوالب، عندي 10 من هادو اللي فيهم ديك الحفره باش نعمرهم من الوسط بكريم باتيسير، شاط ليا الخليط فعمرته هكا في هاد القوالب ديال اللي تاخذوا اللي تاع صغار.
صافي درتهم هكا في واحد لاطا، غادي ندخلهم الفرن يطيبوا. دابا غادي ندوزو للكريمه. غادي نحتاج فيها كاس ونصف من الحليب، جوج معالق كبار من مستحضر كريم باتيسير، جوج معالق كبار من سكر سنيده، وقشره ديال البرتقاله اولا نكهه البرتقال. تقدروا ديروا هذه الكريمه بالليمون، انا بغيتها بالحليب، وغادي نكهها هكا بقشره ديال الليمون. غادي ناخذ واحد الكاسرونه اللي غادي ندير فيها داك كاس ونصف من الحليب، غادي ندير كذلك دوك جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، غادي ندير جوج معالق كبار من مستحضر كريم باتيسير، تقدروا تعوضوها بنشي الا ما عندكمش، وغادي نحركوا هادشي مزيان. وغادي ندير ديك القشره ديال الليمونه، وهنا الا ما بغيتوش الماء داخل ديال الليمون تقدروا ديروا غير فانيليا. غادي ندير هادشي فوق البوطه حتى كتعقد لينا الكريمه، كتصبح على شكل كريمه. الميني كيك واجدين عندي، كذلك الكريمه واجده عندي حتى هي هانتوما. غادي ناخذ دابا واحد المعلقه، بلا كتخلوا الكريمه حتى كتبرد، وكديروا هكا في شي بوش كتعمروا بها هاد الحفيرات، غير كتحاولوا معاهم حتى كتعمروا. انا بغيت نعمر هكا بالمعلقه بلا ما نجلس نتسنى حتى كتبرد وديروا هكا في بوش، فغير معلقه كتكفي. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما كملنا ميني كيك اولا ميني طارتوليت هكا غير بالكيكه، كتجي زوينه. زينتهم هكا بالفواكه من الفوق، دهنتهم بشويه ديال النباش باش كيعطيو اللمعه، وكذلك حتى ما كيكحلش الشكل الفواكه، درت هكا شويه ديال الفريز والبنان والتفاح، وكذلك حتى دوك الميني طاخت هكا صغيور اللي درت هكا في القوالب ديال دوك اللي وريتكم. هانتوما راه واخا ما عندكمش فيهم ديك الحفره من الوسط، تقدروا هكا ديروا فيهم الكريم باتيسير هكا من الفوق، وتزينوهم حتى هما بالفواكه، كيجيو على هذا الشكل. وما شاء الله راه غير بجوج بيضات ونصف كاس من الحاجه، شوفوا راه كيعطيونا هكا كميه وفيره ما شاء الله. غادي نوريكم كيفاش كيجيو من الوسط. بسم الله، حتى العجينه راه كتجي ما شاء الله هكا خفيفه ومهويه وفندق الليمون. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو، شوفوا لا عجينة من الوسط اولا الخليط ديال الكيك كيجيو مهويين وزوينين. كانوا هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، تبارطاجوها مع الاصدقاء والحباب، تدعموني بلي لايك وبلي اشتراك وبالضغط على الجرس باش دائما يوصلكم جديد ديال القناه ديالي. فرجه ممتعه وان شاء الله الى فيديو اخر ووصفه اخرى مباركه عواشركم.